نشرة رياضية جديدة من أون لايف، ونبدأها بأخبار التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا. نجح المنتخب المصري في استعادة صدارة المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بعد الفوز على أوغندا بهدف نظيف ضمن الجولة الرابعة من التصفيات. سجل هدف الفراعنة محمد صلاح في الدقيقة السادسة من انطلاقة المباراة، وشهدت المواجهة التي أقيمت على استاد برج العرب في حضور قرابة 70,000 مشجع سيطرة المنتخب المصري على أغلب فتراتها، وأضاعت العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف. بهذا الفوز يقترب الفراعنة خطوة من التأهل إلى المونديال بعد تصدره برصيد 9 نقاط قبل جولتين من نهاية التصفيات، في حين يتجمد رصيد أوغندا عند 7 نقاط في المركز الثاني. والثانية بالامتثال والصبر إن شاء الله، والثالثة من غير ميعاد هنروح كأس العالم بإذن الله. أدي القطع، بص بقى التسقيطة من عبد الله، يا عيني عليك يا عبد الله، واحدة والثانية خد حقنة بنج يا أونيان. أكد الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أن الهدف من مواجهة أوغندا قد تحقق بالفوز، مؤكدا أن حارس أوغندا أونيانغو كان نجم المباراة لأنه حرم مصر من تسجيل أكثر من هدف. خلقنا فرص كتير للتهديف. البورتيرو ha hecho dos o tres tapadas. حارس مرمى أوغندا fantásticas. النهاردة سد أكثر من كرة بشكل ممتاز. Y sobre todo tengo que reconocer la emoción que produjo la gente. لازم اعترف النهارده الدور الكبير للجماهير اللي وقفت ورانا النهارده. Fue un poco sostenedor de todo el equipo porque hubo دعمت الفريق بشكل ممتاز بشكل رائع. En un momento nos estábamos quedando ya sin fuerzas. في الوقت اللي احنا كنا تعبانين فيه او مرهقين فيه الجماهير وقفت معانا بشكل كبير جدا. Y así todo, bueno, muchísima ansiedad. كان في ضغط كبير علينا وعلى اللاعبين. Pero respondieron bien. Los jugadores لكن اللعيبه استجابت اللعيبه داخل ارض الملعب كانت اكثر ممتازه وقدرنا نحصل اللي احنا عايزينه. En Uganda no fue buena. اعتقد يوم مباراه اوغندا هناك كان شكلنا ما كانش حلو. Pero yo digo que también tengo que mirar para atrás y analizar. لكن احنا بصينا للماضي بتاعنا مع الفريق وحللنا اللي احنا عملناه في الفتره الماضيه كلها والحاجات الكويسه اللي احنا مرينا بيها وتمسكنا بيها. Habrá mucha gente que habrá esperado 5, 6, 4 cambios. كان في ناس جماهير عم مستنيه 5-6 تغييرات. Pero un jugador puede jugar mal un partido. ولكن ممكن لعيب يلعب مباراة بشكل سيء في مباراة. Y es probable que haya tenido una cierta regularidad durante todo este tiempo. أو ممكن يلعب بشكل عادي. Aunque el equipo ha ido variando, yo no digo que no. وأعتقد إحنا النهاردة عملنا بعض التغييرات في المباراة. ومن كوبر لأسامة نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني، حيث أكد أن ضيق الوقت قبل مواجهتي أوغندا الأخيرتين أثر على أداء المنتخب بشكل كبير، مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة هكتور كوبر لديه ثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين الحاليين بالمنتخب. الحمد لله بنحمد ربنا ونشكر فضله، ألف مبروك لجمهور الكورة في مصر وشعب مصر كله، كل سنة وانتم طيبين. ربنا اراد ان احنا ما نطلعش من العيد كده يعني ايدينا فاضيه زي ما بيقولوا، بنحمد ربنا ونشكر فضله. اللي بيشتغل في الكوره لازم يكون يتحمل الضغوط اللي بيشتغل فيها، وده امر طبيعي وامور طبيعيه جدا، وده وضع طبيعي جدا. الناس كلها متخوفه والناس كلها قلقانه، الناس كلها نفسها تنافس ونفسها نوصل في الاخر لحد المنافسه في الاخر، واحنا الحمد لله في طريقنا الصحيح. وضع طبيعي جدا لما بيكون في يوم مش يومك، لابد ان انت تتحمل الضغوط اللي بتحصل عليك، لكن احنا بنحمد ربنا ونشكر فضله. كنا هاديين، الوقت كان ضيق جدا، عن المباراه الاولى كان وقت ضيق جدا لمجموعه اللعيبه المحترفين اللي انضموا، والوقت كان ضيق برضو ما بين المباراه الاولى والحاله النفسيه والحاله المعنويه والشارع المصري والشارع الفني كله، وبالتالي الوقت كان ضيق، فعشان كده قللنا الكلام، تركيزنا عالي، اشتغلنا على لعيبتنا اللي احنا عندنا ثقه فيهم، وهم النهارده كانوا قد المسؤوليه. إلى ذلك أكد عمرو جمال مهاجم المنتخب الوطني أنه طلب من الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني البقاء في الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول حتى لا يخسر المنتخب تغييرا مبكرا. خطوة جديدة إن شاء الله لكأس العالم بإذن الله، وألف مبروك للرجالة اللعيبة اللي كانت موجودة النهاردة، وطبعا الجهاز الفني، يعني الناس كنا تحت ضغط كبير جدا النهاردة، والناس كلها كانت تحت ضغط، لكن الجمهور واللعيبة كله كان على قد المسؤولية النهاردة الحمد لله. خطوة خطوة إن شاء الله بإذن الله، استنى ده ماتش الكونغو
هنبتدي نستعد اكتر لماتش كونغو، وربنا يوفقنا بقى في اللي جاي باذن الله. مين على اصابتك؟ مفيش والله مويب، يعني انا اول ما انا ما كنتش شايف حاجه يعني بعدها، بس انا ما يعني قلت بقى الخبطه كل شويه الرؤيه هتوضح معايا اكتر يعني، فلما دخلت شفتها بين الشوطين يعني ما صدقتش يعني، بس انا الخواجه شافني قال لي، قلت له لا استنى، قلت له يعني لا سيبني شويه عشان ما يخسرش تغيير بدري يعني، وعلى قد ما اقدر يعني اقدر افيد الفرقه يعني، لان الماتش ده ماتش حساس جدا، ممكن المدير الفني بيبقى حاسب حساباته وحاطط لنفسه حاجات ما ينفعش انا ابوظها له. حاولت اعمل اللي عليا كله الحمد لله، وربنا الحمد لله غرز. انا خدت 4 جوه و4 بره 8 غرز، فالحمد لله الحمد لله. شهدت مباراة المنتخب الوطني وأوغندا أمس لقطة كانت هي الأبرز والأكثر تعليقا من الجماهير على السوشيال ميديا، وهي الخاصة بترديد الأرجنتيني كوبر للنشيد الوطني المصري ودموع مساعده محمود فايز قبل انطلاق المباراة في أجواء جماهيرية كانت الأروع في استاد الجيش ببرج العرب. لازلنا في أجواء مباراة مصر وأوغندا، ليلة سعيدة عاشها المصريون عقب الفوز الذي حققه المنتخب الوطني على أوغندا والاقتراب خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم التأهل لكأس العالم. وعلى الرغم من وجود بعض علامات الاستفهام على أداء الفراعنة، لأن الجميع متفائل بتحسن المستوى في المواجهة المقبلة أمام الكونغو التي قد تحسم الوصول لروسيا. هذه هي بعض مظاهر الفرحة التي أقدمت عليها الجماهير بعد الخروج من استاد برج العرب وفوز المنتخب الوطني على المنتخب الأوغندي ليتصدر المجموعة. البعض وصف المباراة بأنها ضعيفة بعكس بدايتها التي بغت فيها المنتخب الوطني الأوغندي بهدف الفوز الوحيد. أداء طبعا غير مرضي خالص، بس الحمد لله ان احنا كسبنا 1-0. ربنا كان معانا النهارده، ان الجمهور ده كله ما روحش النهارده زعلان. انكمش شويه في بعد ما جاب الجون، كان يقدر طبعا يجيب اهداف اكتر من كده، ولكن الحمد لله احنا اخدنا 3 نقط. ليه بنلعب دفاع لورا؟ ما نتقدم، والله كنا هنجيب اجوان كتير. وفي والدليل على كده الكام كره اللي راح بيهم محمد صلاح وراح بيهم دريزجيه وراح بيهم كذا واحد بكور. ليه بنرجع لورا؟ كل كره بنرجعها لورا. بنضغط ليه؟ بنضغط لعيبتنا ليه؟ ما نلعب لقدام. هي مرضيه بس الاداء كانش عاجبني جامد. تغيير تريزجيه في اخر وقت ده كانش عاجبني خالص، وصالح جمعه ينزل في الاخر دي كانش عاجبني خالص. انا ده كان متوسط النهارده. حلم المصريين بالتاهل الى كاس العالم اصبحت فرصه كبيره بعد هذا الفوز على اوغندا وبتحقيق نتيجه ايجابيه خلال لقاء الكونغو ومن بعده غانا. ان شاء الله الكونغو على ارضنا بردك هنفوز 1-0 2-0 3-0. يعني ايه النتيجه اللي عملتها غانا النهارده تشجعنا ان احنا نغلب 2 و3 و4. ان شاء الله غانا برضو يعني اضعف الايمان ان احنا نتعادل. حتى اداء محمد صلاح كان حلو، وباذن الله نكسب ماتشين ونصعد لكاس العالم. ربنا يوفقهم ان شاء الله، وهينجحوا في اللي جاي ان شاء الله، ويا مغرب ان شاء الله. انا بشكر المنتخب فرد، والف الف مبروك منتخب مصر. 3 نقط مهمين، وان شاء الله باذن الله تكمل الفرحه، والسعوديه هيكون في ماتش الكونغو باذن الله.
استطاع المنتخب الوطني مراودة الأوغنديين خلال 90 دقيقة وحصد 3 نقاط هامة، لكن بأداء غير مرض لمعظم الجماهير وسط مطالبات بأن يتحسن الأداء خلال اللقاءات القادمة. أحمد فرج، أون لايف. حقق المنتخب الغاني فوزا كبيرا خارج أرضه على مضيف الكونغولي ب5 أهداف مقابل هدف على ملعب دي كانتلي بمدينة برازافيل الكونغولية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا. بهذه النتيجة يرفع المنتخب الغاني رصيده إلى 5 نقاط احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد الكونغو عند نقطة واحدة جاء بها في المركز الرابع والأخير. تأهل منتخب المملكة العربية السعودية لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 بعدما حقق فوزا مهما على اليابان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في جدة. سجل هدف اللقاء الوحيد فهد المولد بالدقيقة 63 ليرتفع رصيد الأخضر إلى 19 نقطة في المركز الثاني خلف اليابان صاحبة الصدارة برصيد 20 نقطة ليتأهل معا إلى مونديال روسيا، فيما يخوض منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثالثة مباراتي الملحق أمام نظيره في المجموعة الأولى سوريا، علما بأن الفائز منهما يواجه منتخبا من قارة أمريكا الشمالية على البطاقة المؤهلة للمونديال. حافظ المنتخب السوري الأول لكرة القدم على فرصته في بلوغ نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل إيجابيا أمام المنتخب الإيراني بهدفين لكل منهما ضمن الجولة 10 من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. تقدمت سوريا عن طريق تامر حاج محمد قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفين سجلهما سردار آزمون، وفي الدقيقة الأخيرة تمكن عمرو السومة من إحراز هدف التعادل ليبقى على حظوظ سوريا في التأهل. وباتت سوريا التي تخوض جميع مبارياتها خارج أرضها في ظل الصراع الدائر منذ 6 سنوات على أعتاب إنجاز تاريخي ببلوغ الملحق المؤهل لنهائيات باحتلال المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف على بطاقة الظهور في روسيا. خرج منتخب الجزائر من سباق التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بعد خسارته أمس على ملعبه أمام زامبيا بهدف نظيف، وأبقى هدف باتسون داكا الزامبي في الشوط الثاني على آمال زامبيا في التأهل بعد أن تحققت انتصاراتها الثانية في 4 أيام على الجزائر التي بلغت دور 16 في كأس العالم 2014 بالبرازيل. تحتل زامبيا المركز الثاني في المجموعة الثانية بالتصفيات الإفريقية بفارق 3 نقاط خلف نيجيريا، ويجب عليها الفوز على المتصدر الشهر المقبل حتى تحتفظ بأمال التأهل لكأس العالم لأول مرة. وأهدر رياض محرز أفضل لاعب إفريقي ركلة جزاء للجزائر في الشوط الأول بعدما تصدى الحارس كندي مويني لمحاولته. مشاهدينا الكرام، نشرتنا الرياضية مستمرة ويأتيكم فيها بعد الفاصل. منتخب الأرجنتين يعقد موقفه في التأهل للمونديال بتعادل مخيب مع فنزويلا. أهلا بكم من جديد. تعادل منتخب الأرجنتين مع ضيف فنزويلا بهدف لكل منهما ضمن مباراة الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم. تقدم منتخب فنزويلا في الدقيقة 50 عن طريق جون موريو، وتعادل أصحاب الأرض بعد مرور 5 دقائق فقط من هدف الضيوف عن طريق مارو إيكاردي، وفشل رفقاء ميسي في إحراز هدف الفوز لينتهي اللقاء بالتعادل، وهي النتيجة التي زادت من تعقد موقف الأرجنتين في التصفيات بعد أن
صارت في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، لذا ستكون بحاجة للفوز في المواجهات الثلاث الأخيرة في التصفيات لحسم التأهل للمونديال، لأن أصحاب المراكز الأربعة الأوائل بتصفيات أمريكا الجنوبية يتأهلون مباشرة، فيما يلعب المركز الخامس مباراة الملحق مع نيوزيلندا. حقق منتخب أورغواي انتصارا مثيرا بهدفين لهدف خارق قواعده أمام باراغواي ضمن مباريات الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا. أحرز هدفي منتخب السيليستي كل من فيدريكو فالفيردي وجوستافو غوميز لاعب باراغواي بالخطأ في مرماه، في حين سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد أنخيل روميو. بهذه النتيجة صعد منتخب أوروغواي لوصافة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما تجمد رصيد باراغواي عند 21 نقطة في الترتيب السابع. واصل المنتخب الإسباني انطلاقته الرائعة على طريق التأهل لمونديال روسيا 2018، واقترب خطوة جديدة من النهائيات بفوزه الكاسح بثمانية أهداف نظيفة على مضيفه ليشتنشتاين، وذلك بالجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية. وأصبح الماتادور بحاجة لفوز واحد في مباراتيه الأخيرتين للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا الصيف المقبل، في ظل الفارق الشاسع في الأهداف مع إيطاليا صاحبة المركز الثاني. سجل أهداف المنتخب الإسباني كل من سيرجيو راموس وألفارو موراتا بهدفين، وإسكو وديفيد سيلفا وإياغو أسباس هدفين، وماكسيميليان جوبيل لاعب ليشتنشتاين عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. أكد رئيس نادي برشلونة الإسبانية ماريا بارتوميو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوقع على عقده الجديد مع النادي الكتالوني خلال شهر، بعدما قام والده الذي يتولى إدارة أعماله بذلك في يونيو الماضي. ولم يوقع ميسي الذي كان عقده السابق ينتهي في يونيو 2018 على العقد الجديد الممتد حتى 2021، ما أثار قلق مشجع برشلونة الذين لم يتقبلوا أيضا انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية الشهر الماضي. وبموجب هذا العقد سيرتبط ميسي بفريقه الحالي حتى بلوغه 34 من عمره. جدد المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني عقده مع أتلتيكو مدريد الإسبانية حتى 2020، وذلك بحسب ما أعلن نادي العاصمة الإسبانية. وبموجب الاتفاق الجديد عاد الطرفان إلى ما كان عليه العقد السابق قبل عام 2016، حين قرر المدرب الإسباني تقليصه من 2020 حتى 2018 بعد الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح. وتسلم الأرجنتيني تدريب أتلتيكو الذي دافع عن ألوانه كلاعب في 2011 وقاده إلى ألقاب الدوري والكأس السوبر المحليين في 2014 والكأس في 2013 والدوري الأوروبي يوروبا ليج والكأس السوبر الأوروبية في 2012. قال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن من الأمور المهمة في الكرة الأوروبية ضرورة إيقاف اتساع الفجوة بين الأندية الغنية وباقي الأندية. وأصر المحامي القادم من سلوفينيا على أن الاتحاد الأوروبي سينفذ لوائحه المتعلقة باللعب المالي النظيف. وبدأت لجنة المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي تحقيقا بشأن إذا ما كان باريس سان جيرمان انتهك هذه اللوائح بعد تعاقده مع البرازيلي نيمار لاعب برشلونة، بعدما دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ قيمته 222 مليون يورو في صفقة قياسية. أعلنت الشرطة البرازيلية الثلاثاء فتح تحقيق في قضية فساد تشمل دفع رشاوى ضمن اختيار مدينة ريو دي جانيرو مضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016. وحملت عملية الشرطة شعار اللعب غير النظيف، وتستهدف شبكة إجرامية متورطة في عمليات دفع رشاوى لقاء توقيع عقود بين حكومة ريو دي جانيرو وشركات وسيطة ضمن تحقيق في شراء لأصوات لاختيار ريو من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كمدينة مضيفة لأولمبياد 2016. وأشارت شبكة جلوبو إلى حصول مداهمات في ضاحية لوبلون الراقية، حيث منزل رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية كارلوس نوزمان الذي كان رئيس ملف ترشيح المدينة.
صعد الإسباني بابلو كارينيو المصنف 12 إلى الدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس. ففي دور الثمانية لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام فاز كارينيو على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان بثلاث مجموعات متتالية. مشاهدينا إلى هنا انتهت نشرتنا الرياضية، ولم يتبقى سوى التذكرة بأهم ما جاء فيها من أخبار. مصر تعود للصدارة وتقترب من حلم المونديال بعد الفوز على أوغندا بهدف نظيف. المنتخب السعودي يتأهل لمونديال روسيا بعد تغلبها على اليابان بهدف دون رد. والمنتخب السوري يحافظ على آماله في التأهل لكأس العالم بعد تعادله مع إيران. ختام النشرة الرياضية، أشكركم على طيب المتابعة.